صباح الخير عليكم، جيتكم كاع مليح وصحه لاباس. مرحبا بكم في كوزينتكم كوزينات لوتي. اليوم جيتكم شربه لسان العصفور على طريقه سريعه وخفيفه، والذوق يجي ما شاء الله. بسم الله على بركه الله، نبداو في الكيفيه مباشره بدون اطاله. هنا في الكوكوط تاعي عندي طرف اللحم، عندي واحد طرف اللحم للامانه هو عظام وليس بقى لحم، جوج باش يطلق البناء تاعو. الناس اللي يحبوا يدير كميه مليحه تاع اللحم يديروا اللحم تاع البقري وتاع الخروف كيما تحبوا، تقدروا ما ديروها بالدجاج، النتيجه تكون ولا اروع. دونك درت زوج ملاعق كبيره تاع الزيت وزيد طرف اللحم تاعي عظام للامانه هاوليك باش يطلق برك البنة. فوالا قليتو مليح باش يطلق السكر تاعو. هنايا راني وجدت الخضروات تاعي، عندي حبه بصل صغيره قطعتها صغيره، عندي حبه طماطيش نحيت لها زريعه وقطعتها صغيره، عندي كرافس دونك الحشيش تاعو قطعته صغير، والساق تاعو خليته يطلق البنة تاعو بعد نحيه. للتوابل عندي ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره، ربع ملعقه صغيره تاع كركم، نص ملعقه صغيره تاع راس الحانوت، نص ملعقه صغيره تاع فلفل احمر وشويه فلفل كحل. التوابل كل واحد يدير حسب الرغبه. انا هذا واش ندير في شربات اللسان تاعي. بيان سو ما تنساوش الملح، ندير كلش على قطره كيما قلت لكم. باكي قليو اللحم في الاول باش يطلق البنة تاعو، يطلق السكر تاعو. لا وراح ندير رشه خفيفه تاع القرفه، راح نديرها قدامكم. شوفوا اب هاولي رشه وحده، رشه تاع القرفه، رشه خفيفه فريمون بالبزاف. فوالا نعاود نغطي لا كوكوط تاعي، نخليها تقل على نار قليله حتى وين تذبل كاع الخضروات تاعي، واللحم تاعي يتشرب من الماء تاع الخضروات والخضرات تشرب من الماء تاع اللحم. ومن بعد ديريكتومون راح نمرق بماء ساخن، نمرق بقيس ما يطيب اللحم تاعنا. بيان سيغ اللي عنده حميصه عفوا مشمخه وماشي طيبه راح يديرها في هذه المرحله، سينو كيما بحالتي الحميصه تاعي اليوم راح نديرها بجلبانه اليوم. دونك جي شونجي ان بو. دونك اللي عنده جلبانه كيما بحالتي ولا حمص طايب نخليه حتى المرحله الاخيره. دونك انا غنغلق الكوكوط تاعي تقلى ونمرق، نتلاقاو في المراحل المواليه ان شاء الله. لما تقلات بالبيا الخضروات تاعي دونك درت لها القيس ما يطيب اللحم تاعي. بعد ما دونك طاب اللحم تاعي وبقى له 10 دقائق على الطياب الكامل راح نزيد الخضروات تاعي. انا عندي حبه تاع بطاطا، حبه تاع لاكورجيت، حبه تاع لاكاروت، وحبيبات تاع الجلبانه. بيسون نتوما زيدوا ديروا كيما تحبوا وزيدوا ولا نقصوا كيما تحبوا. لاكاروت تاعكم ملاحظه للناس ساكنين في الجزائر، لاكاروت جينيرالمون تشد في الطياب دونك ديروها قبل ما ديروا الخضروات الاخرى. هنا لاكاروت تاع اوروبا فرانشمون تطيب بالخف، على بها راني نديرهم كاع اونصومبل. جوست اون بتيت رمارك بور المبتدئين، راح ندير كلش وتقطع دونك تقطع لاكاروت تاعكم صغيرة، ولا كورجيت ولا بوم دو تير تكون ان بو بلو ان بو بلو غران. بوركوا؟ باسكو لا كاروت هي اللي تشد الطياب على لا كورجيت اي لي بوم دو تير. فوالا سي جوست دي بتيت رمارك للمبتدئين. دونك ندير كلش. دونك اللي عنده حشيش شربة دونك يدير في هذه المرحلة يزيد شوية. انا اليوم ما عنديش دونك سي با غراف، درت كرافس. فوالا دونك نخلي نعاود نغلق على كوكوط تاعي حتى يبقى 5 دقائق ما يطيب اللحم تاعي ولا الخضره تاعي باش نزيد لسان العصفور لي بات تاع لسان العصفور تاعي. كما قلت لكم 5 دقائق بعد ما قبل ما تطفيو على الكوكوط تاعكم ديروا كميه تاع لسان العصفور. بيان سور فات اتونسيون مبتدئين، على بالكم لسان العصفور كي يبقى في لاصوص يشرب، دونك ديروا حسابكم ديروا برك قسمه
تجيكم لاصوص مع هذو هذا النوع من لي بات متساويين، ما ديروش بزاف سينو راح يولي لكم ومن بعد معجن. فوالا فات اتونسيون، جوست اون بتيت رمارك بوغ لي ديبيتون ولا المبتدئين. كما قلت لكم زيدوا شويه تحشيش شربه ولا عندكم ولا ما عندكمش ما فيها باس. تقدروا تزيدوا راس فلفل حار والسيل يحب الحار. فوالا سينو هذا مكان دونك ما راحش نغلق على لا كوكوط، ندير برك الخطا بصح ما نغلقش عليه، نخليه دونك يطيب لمده 5 دقائق. خليه شويه خليوه شويه كروكو، علاش هكذاك كي يقعد في لا كوكوط تاعكم يزيد يتشرب. دونك كي نعمرو دونك كي نسقيو نلقاوه اطيب، يكون سوا فوالا. دونك هذه نصيحه اخرى للمبتدئين. شهدكم في الجنه، جيسبر عطيتكم لا موتيفاسيون باش طيبوا لسان العصفور ان بيت سوب على السريع وعلى البنين والسيح. فوالا ان شاء الله نتلاقاو في كيفيه واحد اخرى، وهذا لكم الحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.